حدش يمد ايده على موكلتي، انا المحامي بتاعها. ولا رافع حضره الضابط. ما تخافيش قلت لك. بصي ما تقوليش اكتر من ان انا بريئه، انا مظلومه وحاسبي حد يجرجرك في الكلام. ها هتقولي ايه؟ انا جعانه يا ست، انا عازمك بعد الجلسه، هاكلك بعد الجلسه. ولا ايه؟ ركزي بقى معايا، ابوس ايديكي في عرض ابوكي علشان دي اول فرصه ليا. انت ممثل؟ لا مش ممثل. والنبي شكلك من الممثلين. يا ستي انا شكلي كده اعمل له ايه؟ بتمثل في الهند؟ في الهند انت؟ لا مش في الهند، ابوس ايديكي عشان دي اول قضيه ليا. اول قضيه؟ اه. اتقفشت في ايه؟ ما اتقفشتش يا ست، انت اللي مبسوطه وانا جاي ادافع عنك. ركزي بقى. بصي من الاخر بقى، قولي ورايا بس. انا بريئه. أنا بريئة. أنا مظلومة. أنا مظلومة. أنا اتلعب بيا. أنا اتلعب فيا. إيه ياما اللي أنت بتقولي؟ ياما عيب ياما، اتلعب فيكي إيه؟ أمال اتلعب فيك؟ لا ما اتلعبش فيا ولا اتلعب فيكي. أمال اتلعب في مين؟ ما اتلعبش في حد يا ست. أمال فين الواد اللي اتلعب فيه؟ هندور عليه وهنمسكه إن شاء الله، وحاسبي حد يجرجرك في الكلام. محاسبي الله ولا ما تبخيش اللي عرفني عليك. وبعدين بقى يا ست ما توترنيش بقى، خليني أشوف شغلي. عايز أركز لو سمحتي. بص تعالي ننسى اللي ونبدا مرحله جديده خالص. ايوه انا مش عايزك تقولي اكتر من اللي ورايا. ايوه قول. انا بريئه. انا بريئه. انا مظلومه. انا مظلومه. انا اتلعب فيا. شفت بقى؟ انت اللي طلعت بريستيسيوتا. انا اسف، انسي اللي فات خالص، لو سمحتي سيبيني اشوف شغلي. انت مين يا واد؟ يا ست هانم، يا امبراطورة الشرق، حلفتلك 100 يمين ان انا المحامي بتاعي. ناوي النري، انت المحامي بتاعي؟ اه. طب وانت ايه اللي جايبك هنا؟ معزوم على قضية. وبعدين الواد ده مين طبعا؟ يا ست انا جاي اساعدك. شايفني مكسحة؟ يا ست شايفني عوجة؟ شايفني حورة؟ انا ايه اللي وقعني الوقعة السودة دي؟ وقعة سودة؟ ايه اللي وقعة السودة دي؟ يا ست يا كبير، انت بتنادي ايدك عليا يا ابن الواد؟ بصي وترتيك. أنا بص أخش الحمام وما تقليش أدبك تاني، أرجع من الحمام تكون حفظت. يلا